أظن أنه اليوم كان عقد الجمعية العامة لسنة 2020، والحمد لله أنه جرت في جو جيد. الحمد لله كانت على مصادقة بالإجماع على لو بيلون مورالي فينونسي وحتى لو بلان داكسيون و لو بيجي بريفيزيونال تاع 2021. نظن الحمد لله، والمهم والأهم أنه الرجل الأولمبية رجعت يعني رجع فيها الهدوء، هذا هو الشيء الأهم. وإن شاء الله يعني لو بلوز امبورطون يعني إن شاء الله المستقبل يكون أحسن، وباش نقدروا نعملوا في ظروف أحسن. نظن كان النصاب القانوني كان حاضر، يعني كانوا 24 لجنة اتحادية أولمبية من بين 25، وكان النصاب القانوني يعني دونك لهذا قدرنا نديروا هذه الجمعية، والحمد لله كل شيء كان مشى في أحسن ما يرام.